أول ما بتسمع كلمة كسر سرعة تفكيرك بيروح لأداء أفضل، وكسر سرعة للرمات يعني هتاخد في رمات زيادة. وانت لو عندك كارت شاشة ضعيف او تجميع من غير كارت شاشة، الفيديو ده ليك، عشان اللي حصل في الفيديو انا مش مصدقه لحد دلوقتي. وهتسأل نفسك سؤال هنا، هي سرعة الرمات بتفرق في الألعاب والأداء ولا ده مجرد كلام عشان الشركات تبيع؟ أنا لما جربت سرعات مختلفة في الألعاب خدت لحد 100 فريم زيادة، ودي حاجة أنا ما كنتش أتوقعها أبداً، وأكيد أنت بتتفرج دلوقتي يا مش مصدق يا بتقول عليا كذاب، ولكن هتشوف الفيديو ده بنفسك. ويا صديقي ما تنساش تشترك في القناة وترزع اللايك كلمتين عشان خلاص احنا قربنا نخش على 100,000، وأنا بقى جاي النهاردة عشان نجرب مع بعض الكلام ده حقيقي ولا لأ. وانا في اختبار النهارده هستخدم كيت رامات من اكس بي جي، والرامات هي اكس بي جي سبريكتس دي 35 دي دي ار 4. الكيت اللي معايا 2×8 بتوتال 16 جيجا بسرعه 3600، والرامات دي بجربها تقريبا بقالي شهر او اكتر عشان اقول لك تجربتي معاها عامله ازاي. وانا في الفيديو ده مش جاي اكلكع الدنيا، بالعكس انا جاي اعمل فيديو سهل ونشوف مع بعض تجارب المستخدم الطبيعي اللي هو من الاخر مش حابب وجع الدماغ والارقام بتاع كسر السرعه. ومن مميزات الرامات دي انها بتيجي باكتر من بروفايل جاهز لسرعات مختلفه للرامات، وكمان الرامات اللي معايا من اكس بي جي بتدعم الاكس ام بي على منصة AMD، وكمان بتدعم الـ XMP 2.0 على منصة انتل. يعني من الاخر الرامات دي هتكون شغالة معاك على اي منصة سواء انتل او AMD بدون اي مشاكل. واول اختبار معانا هو اختبار الليتنسي، زمن الاستجابة، وهنا هنقيس سرعة الاستجابة بين الرامات والبروسيسور، وهنقارن ما بين ثلاث سرعات للرامات. اول سرعة وهي الافتراضية او الاوتو، والاتنين بروفايل بتاع الـ XMP بسرعات مختلفة، وهنعمل الاختبار على برنامج اي دي 64. اول اختبار هيكون اختبار الاوتو، هيكون سرعة الرامات هنا على تردد 2667 ميجا هرتز LCL20-19-19، ومع الاختبار ID 64 حقق 91.2 نانو ثانية. هنروح للاختبار الثاني وهو هيكون على بروفايل XMP1، وهتكون سرعة الرامات على تردد 3200 ميجا هرتز، وطبعا LCL هنا نزل بقى 16-20-20، ومع الاختبار حقق زمن استجابة 76.9 نانو ثانية. شايف الفرق في سرعة الاستجابة يا صديقي؟ وده رقم مش قليل خالص، وده كله لسه ما جربناش السرعة اللي جاية بيها الرامات أصلا. هنروح بقى للاختبار التالت وهو هيكون على بروفايل XMP التاني، وهتكون سرعة الرامات هنا على تردد 3600 اللي جاية بيها الرامات أصلا، والسي ال هنا عالي شوية بقى 18-22-22، وحقق زمن الاستجابة 71.1 نانو ثانية. أنت متخيل يا صديقي فرق الأداء اللي هتاخده بسبب سرعة الاستجابة اللي هتحصل ما بين الرامات والبروسيسور، وده هيأثر على الأداء هيبقى عامل ازاي؟ وعايز أقولك على حاجة مهمة، أنت لو فاكر الفرق ما بين التوقيتات دي بسيط تبقى غلطان، لأن النانو ثانية الواحدة بتفرق مع المعالج وبتفرق في الأداء كمان يا صديقي. خلصنا الاختبار بتاع زمن الاستجابة وعرفنا أهميته، تعالى بقى نشوف الفرق على أرض الواقع في الألعاب، وهل فعلا هتاخد فرق الأداء ده ولا لأ؟ والاختبار ده هيكون على أربع ألعاب عشان نشوف تجربة الثلاث سرعات المختلفة للرامات. وفي نقطة مهمة هقولك عليها في الفيديو ليه اخترت الألعاب دي بالأخص، علشان أوضح الفرق اللي هتلاحظ فيه زيادة الفريمات في ألعاب وألعاب مش هتلاحظ فيها أي زيادة فريمات، وهتعرف ده ليه دلوقتي وإيه سببه. قبل ما نروح لتجربة الألعاب تعالى نشوف التجميع اللي هنعمل عليها الاختبار. العقل المدبر للتجميع وهو البروسيسور رايزن 7 3700 اكس، والمذر بورد هي X570 طايشه من ازروك. كارت الشاشه معانا في التجميع على RTX 2060 سوبر ام اس اي فينتوس، ووحده التخزين هنا ام دوت 500 جيجا من كروشل PCIe 3. واخيرا نجمه الفيديو بتاعنا كيت الرامات اللي معانا من اكس بي جي سبيكترس دي 35 جي 2×8 بتوتال 16 جيجا بسرعه 3600 ميجا هرتز. واول اختبار معانا هيكون على الاوتو، والرامات هنا شغاله بسرعه 2667 ميجا هرتز. واول لعبه معانا وهي لعبه ريد ريمشن 2 على دقه 1080x1920 ميديم سيتنج، وحققت متوسط فريمات 103 فريم، ومع تفعيل الاكس ام بي الاول بسرعه تردد 3200 اللعبه على نفس الاعدادات حققت متوسط فريمات 115 فريم، يعني تقريبا زادت 13 فريم، ومع تفعيل الاكس ام بي الثاني بسرعه تردد 3600 اللعبه على نفس الاعدادات حققت متوسط فريمات 122 فريم. وتاني لعبة معانا وهي لعبة فالورنت على دقة 1080x1920 ميديم سيتنج، حققت متوسط فريمات 240 فريم، وده على سرعة الرامات الاوتو 2667 ميجا هرتز، ومع تفعيل اكس ام بي الاول بسرعة تردد 3200 اللعبة على نفس الاعدادات حققت متوسط فريمات 314 فريم، ومع تفعيل اكس ام بي التاني بسرعة تردد 3600 اللعبة على نفس الاعدادات حققت متوسط فريمات 350 فريم،
وهنا بقى ال 100 فريم اللي انا خدتهم زياده اللي قلت لك عليهم في اول فيديو عشان ما حدش يقول لي بس انت كذاب، والفريمات اللي انت سمعتها دي في جيم لعبه حقيقي. وتالت لعبه معانا هي لعبه كول اوف ديوتي كولد وور على جوده 1080 في 1920 ميديم سيتنج، حققت متوسط فريمات 105 فريم، وده على سرعه الاوتو 2667 ميجا هرتز، ومع تفعيل الاكس ام بي الاول بسرعه تردد 3200 اللعبه على نفس الاعدادات حققت متوسط فريمات 125 فريم، ومع تفعيل الاكس ام بي الثاني بسرعه تردد 3600 اللعبه على نفس الاعدادات حققت متوسط فريمات 134 فريم. ورابع لعبه معانا هي لعبه سايبر بانك على جوده 1080 في 1920 ميديم سيتنج، حققت متوسط فريمات من 95 ل 100 فريم، وده على الاوتو بسرعه تردد 2667 ميجا هرتز، ومع تفعيل الاكس ام بي الاول بسرعه تردد 3200 اللعبه على نفس الاعداد حققت متوسط فريم من 95 الى 100 فريم، وبرده مع تفعيل الاكس ام بي الثاني بسرعه تردد 3600 اللعبه على نفس الاعداد حققت متوسط فريم من 95 الى 100 فريم. وبعد ما شفت الاداء في الالعاب وفرق الفريمات هتلاحظ ان لعبه سايبر بانك اللعبه الوحيده في الالعاب اللي جربتها ما تاثرتش بفرق السرعات والفريمات، لا زادت ولا قلت، وده عشان اللعبه ما بتعتمدش على البروسيسور في اي حاجه وبيعتمدها الكلي على كارت الشاشه بس، ولعبه سايبر بانك دي واحده من الالعاب اللي بتعتمد على كارت الشاشه فقط، اما لعبه زي لعبه ريد ريديمشن ولعبه كول اوف ديوتي ولعبه فالورنت بيعتمدوا على البروسيسور وكارت الشاشه في نفس الوقت، وهنا سرعه الرامات بتفرق في الفريمات زي ما شفت في اول الفيديو، علشان كده اللي عنده تجميع او اللي عايز يشتري تجميع اي بي يو النصيحه ليك الرامات ما تقلش عن 16 جيجا وتكون بسرعه رامات عاليه عشان تستفيد بقدر الامكان من كارت الشاشه الداخلي في الالعاب، وبعد تجربه الرامات والضغط عليها ما لاحظتش اي مشكله فيها من ناحيه الاستقرار، وكمان الهيت سينك اللي راكب على الرامه من المعدن في عامل تشتت حراري ممتاز، ولما جربت قيس درجه الحراره الخارجيه بجهاز درجه الحراره اللي انت شايفه قدامك دوت مع الضغط على الرامات درجه الحراره بتوصل من 26 الى 30 اقصى حاجه وصلت لها، وطبعا بيساعد الهيت سينك بتاع الرامات على توزيع الحراره، هو الاير فلو في الكيسه محتاج يكون كويس، ولكن في الغالب مش هتواجه اي مشكله في درجه حراره الرامات، واخر حاجه من الحاجات المميزه اللي بتقدمها اكس بي جي وهي دعم السوفت وير للرامات عن طريق برنامج اكس بي جي برايم، والبرنامج بسيط جدا ولكن بيديك تحكم كامل في الاضاءه الخاصه بالرامات، وكمان هتلاقي مودات جاهزه تقدر تغير ما بينهم بكل بساطه، وكمان تقدر تعمل المود اللي انت عايزه بنفسك، وكمان اكس بي جي قالت لك عايز تعمل سينك مع باقي القطع مفيش اي مشكله، مجرد ما تركب الرامات في المذر بورد هتعرف على السوفت وير بتاع المذر بورد بدون اي مشاكل، ايا كان نوع الشركه اللي شاري منها المذر بورد هتعمل سينك وتتحكم في الاضاءه من السوفت وير بتاع المذر بورد، ولو حبيت تعرف عن الرامات اكتر هتلاقي الرابط في الديسكريبشن تحت اسفل الفيديو، في نهايه الفيديو يا صديقي ما تنساش اللايك والشير.